نحن هنا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكما تعلمون نحن في موسم اختبارات خاصة بالتعليم عن بعد وأيضا التعليم المنتظم. نتحدث عن هذا الموضوع وأكثر عن الإجراءات الاحترازية التي تجري في الاختبارات المتعلقة بالتعليم عن بعد على وجه الخصوص مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن النملة، عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. أولا، تجربتكم في التعلم الإلكتروني. يا هلا مرحبا، وش رحب فيكم كقناة الإخبارية، قناة متميزة، وشكرا لحضوركم. تجربتنا كجامعة طبعا تجربة لله الحمد عميقة وأيضا قديمة، يعني تقريبا لها يربو على 12 أو 13 سنة وجود هذه العمادة. وصل في وقت من أوقات أعدادها إلى حدود 120 ألف طالب وطالبة، وتعرف يعني الآن الأعداد قلت ولكن لا زالت يعني تعتبر أرقام كثيرة. تقريبا اللي عندنا يمكن فوق 50 ألف، اللي سجل الترم هذا فوق 30 ألف، في تقريبا ما يربو على 70 مركز اختبار داخل المملكة، خارج المملكة 14 مركز اختبار موزع على 4 دول. يعني الحمد لله خدمة التعليم عن بعد مقدمة من خلال هذه الجامعة بتخصصات متميزة وللطلاب والطالبات بفئات عمرية تتراوح من 20 إلى تقريبا 75 سنة. طبعا نتكلم برضو عن ذكرت عدة فروع وعدة مواقع إيه؟ على مستوى المملكة وخارج المملكة تقام فيها الاختبارات الآن، هل هي نفس التوقيت؟ بالضبط بالضبط، هي نفس بالنسبة لداخل المملكة نفس التوقيت، تنطلق مثلا منطقة الرياض فيها كذا مركز، فتنطلق الاختبارات كلها في توقيت واحد للطلاب والطالبات وعلى مستوى مراكز المملكة ككل. طبعا خارج المملكة برضو بنفس التوقيت مع فارق التوقيت، طبعا تعرف هذا يجب مراعاة هالجانب، وعمل ضخم وجبار في الحقيقة يعني يقوم به الزملاء هنا من لجان ومن مشرفين ومن رؤساء مراكز. فالاختبارات دائما حضورية، هذا نمط التعليم، كانت عن بعد بسبب جائحة كورونا. أما الدراسة فهي غالبا عن بعد ما عدا حضور محاضرات حية من بعض الأساتذة ما يشكل 25%. شكرا للأستاذ الدكتور عبد الرحمن النملة، عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. ويسرنا أيضا يكون معنا ضيفنا الدكتور محمد العنزي، رئيس مركز الاختبارات للتعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نتكلم عن تجربتكم في الاختبارات وأيضا الآلية العمل في الاختبارات. حياكم الله. نحن في جامعة الإمام وفي مركز الاختبارات، هو المركز الأكبر ضمن أكثر من 70 مركز تتبع لجامعة الإمام. يختبر عندنا في هذا المركز أكثر من 700 طالب، تم تقسيم الطلاب على أكثر من 10 لجان يشرف عليها مشرفين، ويعمل في مراقبة الطلاب في كل لجنة أكثر من 4. كيف تطبق الإجراءات الاحترازية؟ بحكم أن المركز كبير جدا استطعنا بحمد الله عز وجل وضع التباعد بين الطلاب، وأيضا لا يمكن أي طالب من دخول الاختبار إلا لمن حصل على الجرعتين وفق يعني توجيهات وزارة الداخلية. وأيضا لما يدخل الطالب يعني وجود الكمام، التباعد، وضع الجوال في مغلف خاص، فبهذا نسلم بإذن الله عز وجل من استخدام الأدوات بين الطلاب. طيب، أن نشوف هنا في الصالة عدة مواقع مختلفة تختص بالاختبارات، كيف هي الآلية وما هو الاختلاف بين هذه الصالة من خلفك وهذه الصالة من أمامك؟ الصالة الرئيسية التي خلفي الآن هي لعموم الطلاب، وهناك صالة خاصة نحقق فيها يعني خدمة الطلاب من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فيكون لهم مقر مهيأ خاص بهم، ويراقب على كل طالب مراقب خاص له. كما أن المركز هذا يحتوي على عيادة خاصة تعمل معنا طيلة أيام الاختبارات، وجود طبيب ووجود ممرض لأي عرض لا قدر الله عز وجل نحتاجهم فيه. وكذلك يخدم هذا المركز مجموعة من رجال الأمن. كيف تجري عملية التصحيح؟ عملية التصحيح بحمد الله عز وجل، هذه الورقة هي ورقة الإجابة، والإجابة هي عبارة عن اختيار من متعدد، فالأسئلة ذات المواد، المادة ذات الساعة ونصف 25 سؤال، وإذا كانت المقرر ساعتين 40 سؤال، كلها من 100 درجة، تصحح آليا في أجهزة متخصصة وسريعة جدا وبإذن الله عز وجل آمنة الخطأ. كم تستغرق العملية؟ العملية سريعة جدا، يعني ربما
طلاب المركز أو عدة مراكز خلال ساعة يمكن أن يعني يتم تصحيح كل تلك الأوراق بهذه الأجهزة المتطورة. شكرا دكتور محمد العنزي رئيس مركز اختبارات عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وكما تشاهدون من خلفي عملية الاختبارات هي تجري وسط إجراءات احترازية.